بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. النهارده الحد الاول من شهر ابيب، الكنيسه احتفلت من يومين، يوم الجمعه اللي فات بعيد الرسل، وعيد الرسل بنحتفل بيه يوم 5 ابيب. عشان كده الكنيسه ترتب في اول حد من شهر ابيب اللي هو النهارده قراءه الانجيل من معلمنا ماري لوقا اللي بيتكلم عن إرسالية التلاميذ. النهاردة من لوقا 10 الإنجيل بيتكلم عن إرسالية 70 رسول. امبارح في العشية من لوقا 9 بيتكلم عن إرسالية 12 رسول. السيد المسيح أرسل إرساليتين، الأولى كانت 12 تلميذ والثانية كانت 70 رسول. في لوقا 9 بيتكلم عن الإرسالية الأولى للتلاميذ 12، وفي لوقا 10 النهاردة بيتكلم عن الإرسالية الثانية للرسل 70. كل رسول كان تلميذا، كل واحد من الرسل اختارهم السيد المسيح وأرسلهم كان تلميذا، لأن التلميذ يتلمس على معلمه، يتبع معلمه، يسمع تعاليمه ويفهم تعاليمه ويشهد ليه، عشان كده بيبقى تلميذ. كل اللي تابعوا السيد المسيح كانوا تلاميذ، لكن السيد المسيح اختص بعض التلاميذ وارسلهم، ودول كانوا رسل، ارسلهم فريق رسل. هؤلاء الرسل كانت ليهم خدمة مميزة. الاثنى عشر سيد المسيح لما أرسلهم قال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، روحوا بس إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. اختارهم 12 بحسب عدد أصباط بني إسرائيل الاثنى عشر، وذكرهم متى البشير لأن متى كان من الاثنى عشر تلميذ، ومتى كان إنجيله لليهود. والرسل السبعين ذكرهم لوقا في إنجيل النهاردة الأصحاح العاشر، وقال لهم أرسلهم 2 2 أمام وجهي إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. دول السبعين اللي أرسلهم لكل مدينة وكل موضع، واختارهم 70 بحسب عدد شعوب العالم اللي ذكر في تكوين 10، واختارهم 70 وأرسلهم لكل الأمم. وعشان كده ماري لوقا كتب عنهم، لأن هم ماري لوقا برضو كان إنجيله لليونان أو للأمم. هؤلاء الرسل الإرساليتين السيد المسيح ذكر إن هم الاثنين أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، أو أرسلكم مثل حملان بين ذئاب. الاثنين اشتركوا في هذه الرسالة، هتروح كغنم في وسط ذئاب أو كحملان بين ذئاب. اشتركوا في هذه الرسالة، وهذه الرسالة مش بس للتلاميذ، للرسل، لكل واحد فينا. كل واحد فينا إنسان مسيحي رسالته أن يصير حمل بين ذئاب. وحمل بين ذئاب، السيد المسيح لما بيشرح ايه معنى حمل بين ذئاب، هو نفسه السيد المسيح اطلق عليه انه حمل. يوحنا المعمدان لما شافه قال ايه؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. حمل هيرفع خطية العالم كله. طبيعة الحمل طبيعة فيها البراءة، فيها الوداعة، فيها الود، فيها كإنسان مسيحي مجره أن هو يجسد كل هذه الصفات بتاعة الحمل. فيها نقاء، فيها سلام، فيها ضعف. وطبعا ضعف مش معناها بالمعنى السلبي، بمعنى العجز. ضعف بمعنى الاعتماد على رعيها، اعتماد على الله نفسه، قوة الله، مش الاعتماد على قوتها الشخصية. الحمل
يبص على نفسه ويلقى نفسه ضعيف، لكن يستمد قوته من قوة الرعي، مش من قوته. ودي كانت أول نقطة، إيه طبيعة الحمل؟ إيه طبيعة الذئب؟ طبيعة الذئب مفترس، ليه في الأخطار، ليه في يواجه الفريسة بتاعته، ليه في الخداع، ليه في الدهاء، وليه في المكر، وواعي ويقظ. وهنا بنشوف ان الذئب دوت بيشرح قد ايه الشيطان ممكن يستخدم ناس يحولهم الى ذئاب ويبقى فيهم كل الصفات ديت. عشان كده هذه المهمة كانت مهمة صعبة، مهمة فيها تحديات كبيرة، مش اي حمل يقدر يتعامل مع الذئاب. ولما السيد المسيح قال أرسلكم كحملان بين ذئاب، هو ما قالش اني هتبقوا حملان في حتة واحدة كده وهيجي ذئاب، هيجي ذئب يتعبكم. ده قال ده انتوا هتبقوا وسط ذئاب، وسط الذئاب. وهنا التحدي بتاع هذه المهمة، مهمة صعبة، اذهبوا. مهمتها، مهمتنا هذه المهمة ان نكون حملان بين ذئاب. ونلاحظ ان هنا فيها تكليف من الله نفسه، من السيد المسيح، ارسلكم، فيها تكليف. وفيها هذا التكليف، طالما انا ارسلكم انا معاكم. وفيها مخاطر، هيبقى فيها تعب، وهيبقى فيها ضيق، وهيبقى فيها حرب، وهيبقى فيها افتراس، وهيبقى فيها مكر، وهيبقى فيها خديعة، هيبقى فيها كل دوت. الهدف مش ان الحمل يصبح ذئب، الهدف ان الذئب يصبح حمل. الراعي هو مصدر قوة الحمل، والراعي هو الله نفسه، سيد المسيح، وهو وعدنا وقال لنا هبقى معاكم. وطالما الله هيبقى معانا، مين اللي هيبقى علينا؟ ولا حاجة. كل اللي هيبقى علينا طالما الله معنا، هو راعينا، هو راعي الخراف، هو الذي يحمي الحملان من الذئاب ومن أي أذى، وهو اللي يرشد، وهو اللي يعضد الحملان في مهمتها. الله معنا. وكانت هذه غرض الرسالة ديت، غرض الرسالة انه ينتزع الافتراس والطبع الوحشي من الذئاب ويكون في صورة الحمل وليس العكس. صعب لما يكون الحمل وسط ذئاب وياخد كل صفات الذئب، ساعتها كل التكليف اللي ربنا كلفهنا وكل رسالة دهنا معنا مهاش. اتخيل كده قديس بطرس لما راح يبشر وقال عظته اللي آمن فيها 3000 نفس، ما كانش في شك ان الناس ديت بعد ما امنت بالله اكيد كان فيها روح المحبة، اكيد قبل العظة ديت سمعوا عن روح المحبة اللي بين المسيحيين وشافوا اللطف اللي بين المؤمنين. اتخيل كده بعد ما انضموا للرسل وكانوا بيتناولوا الطعام مع بعض وفي بساطة قلب، وكانوا بيصلوا مع بعض، كانوا بيقولوا ايه؟ اكيد كانوا بيقولوا الحياة اللي احنا كنا فيها دي حياة ذئاب صعبة، الحياة اللي احنا فيها دلوقتي حياة حملان، حياة جيدة، حياة حلوة. ودي مهمة لكل انسان مسيحي كحمل، لأي ذئب يدخل للحضيرة، اي ذئب يؤمن بالله ويصير كحمل، انه يرى هؤلاء الحملان اللي داخلين في الايمان جديد. كل اللي كانوا من اصحاب حقول او بيوت كانوا بيبيعوها ويقدموها باثمان المبيعات ديت عند ارجل الرسل، وكانوا يوزعوا كل اللي عندهم اللي ليه احتياج، ودي كانت حياة الشركة وحياة المحبة. وهكذا دي كانت حياتهم، حياة الحملان وسط الذئاب. الذئب لا، الذئاب لا تعيش في شركة وتتعاون معا. لما تيجي
ذئب يجي ياخد فريسة ويجي ذئب تاني ما يتعاونوش مع بعض في هذه الفريسة. نلقى الذئب ايه هدفه؟ يخطف، ويجي ذئب تاني عاوز يخطف من الذئب الاولاني، والذئب التالت يخطف من الذئب الاول والتاني، كلهم بيخطفوا الفريسة وكلهم بهدفهم الفريسة، ما بيعيشوش في شركة، لا يعيشوا في شركة ولا يتعاونوا، كل واحد عاوز نفوذه، عاوز مصلحته، عاوز الحمل يبقى بتاعه. لكن الحملان تقدر تجتمع معا وتعيش قطيع حلو تقبل فيه الخراف الجديدة واللي يضمها الراعي نفسه. التاريخ أثبت على مدار كل العصور اللي فاتت أن هذه المعادلة حملان بين ذئاب نجحت، وأن الحمل يقدر يحول الذئب إلى حمل نجح. نجحت بالرغم من صعوبتها ومهمتها، نجحت الكنيسة الوديعة الهادئة بين ذئاب العالم إن هي تقدر تحول الذئاب إلى حملان، مش عشان طبيعة الحمل، لكن عشان الله راعيها، هو الراعي الصالح. وبالرغم من جيوش كتيرة كانت يبقى صعب عليها إنها تحرر شبر أرض من أرضها، لكن نلقى الحمل بوداعة الروحية اللي هو ما قدرش حتى يعدي خطوة أو يخترق أي مكان، قدرت الحملان إن هي تخترق بلاد ونفوس وحدود، وملكت على قلوب ونزعت كل طباع وحشية وكل افتراس من هؤلاء الذئاب وحولتهم إلى حملان. وهنا كان قديس أغسطينوس لما تأمل في هذه الإرسالية وقال حملان بين ذئاب موضوع هيبقى صعب، لكن هدف الله انه لا يلقي بذئب وسط غنم، بل يلقي بالغنم وسط الذئاب. وقال لهم لا تقتربوا من الذئاب، مش هو دوت الهدف انك تقترب من الذئاب، بس تكون في وسطهم. ودي كانت كلمة الله الابن لله الاب، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، مش هو دوت الهدف إن هم يبعدوا عن العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. وهكذا لما نتأمل في هذه المعادلة حملان بين ذئاب، نلقى بالرغم من صعوبتها لكن قدر الحمل إن هو يحول الذئب إلى حمل. ودي رسالتنا، ودي رسالة النهاردة اللي بناخدها من الرسل الأطهار، الرسل اللي حولوا العالم كله بكل الثقافات المختلفة وكل جحود وكل عبادات حولوها إلى مسيحيين. ده هدف كل واحد فينا إنسان مسيحي، يصير حمل حتى لو الذئب، حتى لو الذئاب حوله مفترسين فيهم مكر وخداع، لكن يصير حمل يحولهم إلى حملان. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.